قال الجيش اليمني إنه دمر عددا من الأوكار والمواقع التي كان يتحصن فيها الحوثيون في محور صعدة وسفيان والملاحيظ. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش أمس مقتل 18 مسلحا حوثيا في معارك متفرقة بشمال البلاد. الأرض المحروقة، سياسة اتبعتها الحكومة في التعامل مع الحوثيين الذين رفعوا السلاح بوجهها، واسم أطلقه الجيش على آخر عملياته العسكرية ضد أتباع بدر الدين الحوثي. الجنود المتقدمون أحرزوا مكاسب عسكرية وصفتها قيادتهم بالمهمة، فهم تقدموا في اتجاه ما يعرف بمثلث برط وطردوا الحوثيين من تلك المنطقة وأوقعوا في صفوفهم خسائر في الأرواح، كما استولوا على غنائم من الذخيرة والعتاد. تقدم القوات العسكرية لم ينحصر في تلك المنطقة، بل شمل مناطق أخرى في محافظة صعدة حسب بيان الجيش. أما الحوثيون فردوا ببيان مماثل، قالوا فيه إنهم تمكنوا من إعطاب دبابتين حكوميتين وصد القوات المتقدمة باتجاههم، عدا عن استيلائهم على مواقع عسكرية بما فيها من أسلحة وذخائر، لتقتصر المواجهات حسب بيانهم على تبادل القصف المدفعي والصاروخي في منطقة حرف سفيان. تجدد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين جاء بعد ساعات من إدانة 12 مسلحا بتهمة تهديد الأمن ورفع السلاح بوجه الحكومة، لتتراوح الأحكام الصادرة بحقهم بين الإعدام والسجن لمدد مختلفة. قاموا بعدها بمباشرة المواجهة مع أفراد القوات المسلحة، وقاموا بإطلاق النار عليهم بجمع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والبوازيك والصواريخ وزراعة الألغام في الطرقات، ما أدى إلى قتل وإصابة وأسر العديد من جنود أفراد القوات المسلحة، وحسب ما جاء في اعترافاتهم في اعترافات المتهمين سالفة الذكر. يشاهدون في هذا اليوم الفضيل يوم الانتصارات. لكن أكثر ما بات يقلق الغرب في الحرب على الحوثيين هو المخاوف من خروج الأمور في اليمن عن نطاق السيطرة وانهيار الدولة وتحول البلاد إلى ملاذ جديد لمسلحي القاعدة وغيرها من التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى الأوضاع السيئة التي يعيشها النازحون جراء المعارك المستعرة. هؤلاء هم قلة ممن تمكنوا من الفرار من مناطق القتال وباتوا يعيشون لاجئين على أمل وصول مساعدات إنسانية تعينهم على تحمل ظروفهم قبل العودة إلى مناطقهم. حيدر الخير، بي بي سي.